ما حكم رجل اتى بصنايعي عشان يشتغلوا، كل ما يقول له هتاخد كام يصل لك سيبها على الله، ربنا يسهل، سيبها على الله، ايه حكم المعامله ديت؟ وخلص اجرته واتفق على اجره وخده ومشى. الحاله دي ليها حالتين. اول صوره، صوره صحيحه، انك يتحدد معاه هياخد كام، يا اما تفوضه هو اللي يحدد السعر، ولو فوضته اصبح هو الملك اللي يقول عليه يمشي ما لم يخالف الشروط بتاعه المسلمين، يعني ما يقولش مبلغ فاحش يعني، بس لو طلب اعلى اجره ممكنه ياخدها. دي المعامله الحاليه، لا يجوز انك تسيبه يبدا الشغل غير يتفوضه يتحدد معاه مرتب. الحاجه بقى الحرام انه يشتغل وانت مش محدد وهو مش محدد، ساعتها انتوا الاثنين ارتكبتوا حرام، ولو جيتوا تتحكموا للشرع، الشرع يعمل ايه؟ هيعمل حاجتين. اول حاجه هيطلب منكم تتنين التوبه لان انتوا عملتوا معامله فيها غرر وجهاله. تاني حاجه هنجيب واحد يحكم بينكم ويقدر حاجه بالنص، لكن اللي انتوا عملتوه ده حرام. مفيش حد يشتغل عندك غير بفلوس محدده يا اما تفويض. تفاصيل الأدلة أنصحك بشراء هذا الكتاب، كتاب الفقه المعاصر في البيوع والمعاملات المالية، الذي يباع بسعر التكلفة، فيه كل ما تحتاج أنت ومن حولك.